جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا في الوقت اللي الجميع يعلم بأنه الصحافة الجزائرية صحافة بودورو تمشي بأوامر من المخابرات تمشي بإملاءات فاش اللي عنده الحق يفكر أو يقول كلمة أو يناقش سبحانه سبحانه نهار من اللي صفروا لهم قال ما يدرك اتاكي بالماضي لا موت دي شيا جي اتاك اتاك اتاكي في لي زاتاك يقولوا ثاني اتاكي لو ماروك اتاكي المغرب وبدو طايحين ما خلاوش دايور نعمل فيه اخ بعد كي قال يعني لاحظت هاد الايام ما كاينش تهجمات تاع الصحافة الجزائرية على المغرب. سي فري ما كاينش. لأنه من جهة تبون شنقريح راح السعودية يخاف كاش ما يمس في المغرب، يمس في المغرب ويضربوا السعوديين. إيه يخاف يخاف من السعوديين. يخاف. الجزائر هكذا الجزائر تخاف السعوديين. الجزائر ولا تقسم قسموها الاقسام قسموها رايح السعوديه حلو عينك كيفاش ما تكلموا على المغرب ريحوا تروكي ما تكلموش الاولى الثانيه كان هذه الرساله شوفوا هذه الرساله هذه باش نعرفوا واشني السبه اللي خلات سي العقاب يتحرك سمعت وبدات الامور رسالة توجهت إلى رئيس اتحاد الإذاعات العربية اللي هو في تونس توجهت من رباط يوم 29 يناير من طرف الحركة الشعبية من العمال الحركة الشعبية يقولوا في الرسالة الموضوع الحملة العدائية للإعلام الإذاعي والمرئي الجزائري ضد المملكة المغربية تحية طيبة وبعد كان بودنا السيد الرئيس المحترم أن يكون أول تواصل مع سيادتكم من أجل بحث سبل تطوير أداء الإذاعات والتلفزيونات العربية ليكون في مستوى مواجهات التحديات والرهانات الحقيقية التي تواجه بلداننا على أكثر من صعيد لكن للأسف الشديد فرضت علينا الأقدار والظروف أن يكون أول اتصال شكوى وتبرما من الممارسات غير المقبولة التي يستهدف من خلالها الإعلام العمومي مش الخاص العمومي الجزائري بقنواته الإذاعية والتلفزيونية المملكة المغربية على خلفية حدث رياضي محض إقصائيات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها دولة كوت ديفوار قبل مراسلتكم السيد الرئيس فكرنا في مراسلة هيئة جزائرية مسؤولة عن احترام الإعلام العمومي لأخلاقيات وضوابط المهنة كما هو الشأن بالنسبة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري الموجودة عندنا في المغرب ومثيلاتها بتونس وموريتانيا لكن اتضح لنا غياب مثل هذه الهيئة بالجزائر وبالتالي رأس رأينا على الاتصال بكم كمؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية من أجل التدخل لوضع حد لهذا العبث المتكرر والمتمادي إلى آخر رسالة لبنادم يحشم حتى يقراها واحد يندله الجبين مات أركوهم الهيئة هذه المغربية
هي العربية، هي عربية هذه، حركوهم اتحاد الإذاعات العربية، حركوهم وقالوا لهم واش الشيء اللي راه يصرى. الوغ دونك شوفوا انه التلفزيون الجزائري والإذاعات الجزائرية العامة والخاصة، ملي كانوا ما تكلموا غير على العمومية، ولات العامة والخاصة ستوب ما زيدوش نتكلموا، نحبسوا، راهم محبسين بالإذاعات بالصحافة المكتوبة بكل شيء يحبس، إنهم تفضحوا عيب ناس راهي تموت في غزة، إسرائيل قاعدة تذبح الفلسطينيين، وانتوما في الجزائر قاعدين تشعلوا فينا الفتنة، تهجموا على خوتكم ما ديروا لكم والو، حتى باش نقولوا على جال فوتبال ما لعبوش الجزائر والمغرب، واش ماهوش في نفس الفوج، ماهوش علاش هاد العدوانية هادي؟ علاش؟ تصرف صبياني خاص، تصرف صبياني، تصرف تاع عناية بأتم معنى الكلمة، الفويو هو اللي تسيبو يرفد الحجر بيضرب في التواقي تاع الناس، ما داروا له والو، يجي تحت التواقي ويبدا يسب ويطيح، يروح يسكر ويجي يبدا يسب ويطيح في الكلام، هذا الفويو ديال، هذا هو التصرف اللي راهي تقوم به العصابة الحاكمة في الجزائر وأدواتها وأبوابها. أنا هذه الصورة اللي عندي على الشيء اللي راه يحصل في بين الجزائر والمغرب. هذه الصورة، ما كاين صورة أخرى. صورة كان واحد اليمن كيف كيف يخرج يحلوا التاقب يتعاطي ويسبوا وبدا يغلقوا درك ولات. داير العقال بعد ما سمع بالصحافة الرياضية راح سمع لمديري الإذاعات الجهوية والوطنية، راح سمع بهم ونفس الشيء قال حبسوا. هي بالنسبة للرسالة يقولوا بأنه في الجزائر ما كانش ضبطية اسمها البصر، لا موجودة، موجودة ضبطية ولكنها مجمدة، لانها الضبطية حطنا في كونجيلاتور، لما المخابرات يجبدوها دي كونجيرو يحتاجوها، ما يحتاجوهاش خلي، لانه كل شيء يمشي باوامر من المخابرات، وبالتالي ماهوش محتاجين الى هذه الضبطية السمعية البصرية لا راد، واللي ما قرها في الشارع اللي يدوش مراد، واللي في يوم من الايام مشاو ناس واحتجوا على قناة زيغو تاع ولد القومي اللي راهو في الحبس لمده 10 سنوات، ولد القومي تاع النهار راحوا احتجوا لأنه سبوا رشيد بوجدرة كاتب جزائري، سبوه وزعما داروا كاميرا مخفية وكذا ويجبدوا له يعني شي ما عنده حتى معنى، ولاو الناس مشاو ظهروا قدام عارف لازم تعاقبوا هذه القناة، تعطوهم عقوبة خفيفة، يعني كيفاش العرب كاينة موجودة ولكن كي تتصل بالعرب ما عندك ما دير، لأن العرب مسيرة من طرف المخابرات، الجزائر هي هكذا كازيرنا، الجزائر كازيرنا كان في المخابرات، هاي ليك الحالة تاع الجزائر. دونك مادام نتكلمو كرة القدم نشوفو واش راهو حاصل مع بالماضي والاتحادية وأبواق العصابة والشعب، شوفو هذا بعد الجينجر.